احنا ما اتمرناش يعني ما شبه ما اتمرناش، عارف اللي هو ايه، كله ماتشات 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 ماتشات، فاهم يعني؟ انت اعتقد ان دي هتبقى اول اجازه 20 يوم تيالي. لا خدنا واحده بس ما كانش موجود معانا لعيبه المنتخبات، يعني من 15 3 لحد 30 3 بس ما كانش موجود معاك لعيبه المنتخبات لحد دلوقتي. انت ما اتجمعتش كفريق بشكل كامل. كامل، قوام الفرقه كلها ما اتمرنتش بشكل كامل، وده مهم جدا في الكوره على فكره. يعني طبعا واحنا بنتكلم على جيل 2005 لو تفتكر، كلهم احنا نهينا البطوله وبعدين عملنا معسكر في المانيا حوالي بتاع مثلا 15 يوم ولا حاجه، اكتر. وبعدين خدنا شهر هنا تمام استعداد، وبعدين دخلت بانطلاقه شديده جدا في 2005، مظبوط قعدنا حوالي بتاع 17 مباراه انتصارات متتاليه لو تتذكر، صح. لحد ما جت مباراه المصري هنا مصر تعادلنا، نادي تعادلنا الكابتن نادر 0-0. السيد لما كان بيقول لك فساعتها كنا بنلعب 10 على فكره، كان كابتن ياسر عبد الرؤوف، كابتن ياسر عبد الرؤوف برضه كان بيطرد لنا ناس كتير قوي، فهو كل ما يغمض عليه كده يفتحها بسرعه، عارف تلحق. الحكام. ومع ذلك النادي الاهلي دائما اقصد اكمل الحته دي.